الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المرحوم الطبرسي رضوان الله عليه يذكر بعض الروايات الدالة على أن شعاع تيجان العلماء في يوم القيامة هذا الشعاع يأخذ بيد من أوصل هذا العالم لهم الهداية إلى الجنة وتكون على الكافرين عذابا نفس الشعاع الذي هو خير وبركه للمهتدين بانوار هذا العالم يكون شرا وعذابا ونقمه لاعداء الله في بيان هذا الامر نقول ان وزان التشريع وزان التكوين ووزان التكوين ووزان التشريع في هذه المسألة لاحظوا عندما تمطر السماء هذا الماء رحمة أم نقمة بلحاظ رحمة صاحب الأرض صاحب البستان ينتفع من هذا الماء وبلحاظ نقمة للشخص ليس له ملجأ ليس له محل يتفيأ تحت فيئه مثلا أو يستظل تحت ظله أو يأوي إليه إذا يكون إلى مأوى هذا المطر يكون عليه نقمة بالنسبة إليه المطر عندما يهطل القابليات تختلف نفس المطر يوجب الحلاوه في التمر ويوجب المراره في الحنظل لماذا لان التمر له قابليته الانتفاع من هذا المطر التكويني والحنظل ليس له تلك القابليه وانما له قابليته ان يزداد مراره الايات القرانيه كذلك ايضا انه نفس الايه التي تكون رحمه ونعمه لمجموعه لهم تلك القابليه للاستفاده تكون نقمه وعذابا وبلاء لمن لا يستفيد من هذه الايه وانما يزداد عما فاعلية الفاعل تامة الله عز وجل يفيض النعمة ولكن الاشتراط في قابلية القابل هل هذا القابل له تلك القابلية ان ينتفع ام لا يأخذ النعمة ويبدلها نقمة الذرة قد ينتفع به العالم عالم الذرة للطاقة وقد ينتفع اللي هو إعمار للبشر وقد ينتفع به أو ينتفع بها الذرة للقاتل والدمار وصنع قنبلة نفس العلم ونفس الخطوات ولكن النتيجة تختلف في الآية المباركة الله عز وجل يقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا يعني بغير اللسان العربي والأعجمي يعني من في لسانه لكنه يعني كان ما عنده لهجه لان العرب يرون العجمي ذا لهجه يعني ما يقدر يفصح في الكلام ولو جعلناه قرانا عجميا لقالوا لولا فصلت اياته يعني ليش لم تبين الايات اعجمي وعربي يعني ايات اعجميه والنبي صلى الله عليه واله وعربي كيف الجمع بينهما قل الشاهد هنا هو للذين امنوا هدى وشفاء القران شفاء للذين امنوا اللي عند الارضيه المناسبه والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى نفس القران يوجب العمى لمن لمن لم يؤمن لمن لم يهتدي نفس الايات نفس البركه ولكن للقابل لغير القابل نقمه وبلاء في سوره التوبه واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا كانما المنافقون اللي ما يريدون ان اي شيء ينزل من السماء يرفضوا فعندما تنزل سوره يقولون من الذي تاثر بهذه السوره؟ هم لم يتاثروا فيريدون الباقين ايضا لم ان لا يتاثروا بهذه الايات فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، هذه السوره تزيد ايمانهم ايمانهم واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم نفس السوره نفس الايات نفس الرحمه الالهيه تزيدهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون في رواية الزرارة عن أبي جعفر بن الباقر عليه السلام يقول شكا إلى شكهم رجسا إلى رجس يعني شك يعني مزيد من الشك مزيد من الضلال مزيد من التيه يمكن أنه بما أنه لا, يعلم لا يعملون بهذه الصورة الجاهل حسابه أهون من العالم المعاند الجاهل يقال له هل لا تعلمت؟ العالم يقولون أنت اللي كنت تعرف لما, تم لما لم تعمل فيكون عذابه وحسابه أصعب من الجاهل. فيمكن بما أن هذه الآيات تأتي فلا يزدادون إلا عنادا من هالباب يعني إنكارهم للآية المباركة هذا احتمال. فيها أوامر فيها نواهي الأوامر بمصلحة البشر. دنيويا أخرويا فاللي يعمل بالأوامر ينتفع واللي يترك تلك الأوامر له العذاب والنار والخزي فنفس الأمر الإلهي بما أنه تركه فانقلب عليه عذابا وضلالا وعمى لذلك من المكروهات أن ينذر الإنسان أن يوجب على نفسه وليس بواجب واحد ينذر الصوم مستحب واحد ينذر الصوم ليش مكروه لانه يمكن ما يؤدي نذره يمكن يحنث بالنذر يخالف نذره فهنا أوجبت لنفسك عذابا لان النذر يجب العمل به فما دام ترك النذر اوجب لنفسه عقابا الله عز وجل لم يجعل في ترك الفعل عقاب هو بفعله بنذره جعل في ترك الفعل عقاب لنفسه لذلك النذر مكروه في نفسه يعني ان يلزم الانسان نفسه بما هو غير واجب مثلا الوهابيه نراهم يفسرون القران حسب مشتهياتهم اي واحد يجي هذا الصوفي مثلا يجي يفسر القران بما يريد هذا القران ده يزيد ضلاله بعض من المنحرفين جنسيا ذاكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني كأنه يستدل بالقرآن على انحرافه الجنسي. مع أنه الآية في التوأم يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء الإناث أو إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة أما يجي يختضع جزء من الآية لإثبات انحرافه وضلاله هذا قد يؤدي إلى الكفر. إن كان متعمد فهو كفر بالله عز وجل الشمس اللي هي طاقة قد توجب الإكثار من التعرض لأشعة الشمس السرطان سرطان الجلد وهكذا يعني وزان التكوين والتشريع في هذا الميدان وزان واحد فالآية الرواية لاحظوها وعنه يعني عن الامام العسكري عليه افضل الصلاه والسلام قال في تفسيره: ياتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا واهل ولايتنا يوم القيامه. هؤلاء الذين يقومون بشؤون ضعفاء محبينا واهل ولايتنا، هل, هل هذا عطف تفسير المحب يعني اهل الولايه أو نفصل بينهما أهل الولاء يعني الشيعي المخلص الحقيقي المحب مثل اللي قد يسمي نفسه شيعيا إلا أنه لا يتبع الشيعي يعني المتبع الحقيقي في كل الخطوات إن كان عطف تفسيري أو لا بيان أن المحب أو الشيعي الحقيقي ولكن الشيعي الحقيقي أيضا لا يعرف بعض المسائل فهؤلاء العلماء يعلمونه تلك المسائل يأتي هؤلاء يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بهاء يعني تاج جميل البهاء يعني الذي يملأ العين حسنه فهكذا يعني تاج جذاب خلاب قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها البقعة الواسعة بين الدور تسمى بالعرصة فعرصات يعني كأنما صحراء يوم القيامة فكأنما أطراف الصحراء كدور خيام بيوت ففي هذه العرصات هذا تي تاج العالم وهذا الضوء المنتشر من هذا التاج مسيرة ثلاثمائة ألف سنة هذا الضوء وهذا الشعاع يذهب إلى هذه المسيرة فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها في كل عرصات يوم القيامة فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن ظلمة هذا البيان شنو أن تكفل اليتيم شنو اليتيم ومن ظلمة الجهل علموه أخرجه من الجهل ومن حيرة التيه أخرجوه المفازة الصحراء اللي ما بها علامة يظل فيها الإنسان هذا التيه اللي كان فيها بنو إسرائيل ومن حيرة التيه واحد محتار إذا واحد يبتلى والعياذ بالله بصحراء يضيع وحدة في صحراء أو قافلة يضيع في صحراء يحتارون أشد أنواع الحيرة فاللي محتار في دينه كالحائر في التيه هكذا فيأخذ المنقذ يأتي ويخرجه من الصحراء هذا العالم يخرجه من صحراء الجهل ومن تيه الجهل إلا هذا المهتدي تعلق بشعبة من أنوارهم يعني بقطعة من أنوارهم بجزء من أنوارهم يتعلق فرفعتهم إلى العلو حتى تحاذي بهم فوق الجنان تصل اليهم الى اعالي الجنان ثم ينزلهم على منازلهم هذا يصعد بعدين لكل مرتبه لكل شخص درجه في الجنه هذا النور ياخذه الى اعلى الجنان كانما في النظره شامله لكل الجنه يشوف الجنه من الفوق وبعد ذلك ياتي الى مرتبته ثم ينزلهم على منازلهم المعده في جوار استاذيهم ومعلميهم وبحضره ائمتهم يكون في محضر الامام وهذا اكبر توفيق ونعمه ان يجد الانسان داره ملتصقه بدار الامام شلون توفيق كبير الذين كانوا اليهم يدعون الائمه الذين دعوا اليهم هؤلاء العلماء ولا يبقى نفس شعاع النور يأخذ بأيدي من اهتدى بنورهم إلى الجنة ولكن نفس شعاع النور كيف يكون ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان نفس الشعاع ما يختلف إلا أعمت عينه هذا الشعاع يجب العمى له كيف لم يهتد بعلم هذا العالم في الدنيا وترك العلم هنا سيتجسد العمل كانما يعني تركه هذا العلم وتركه العالم وعدم اهتدائه بهداه هنا يتجسد بان ينقلب اعمى في يوم القيامه ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا الا اعمت عينه واصمت اذنه واخرس هو أخرس إلا عميت اسم هنا نسخة كأنما إلا عميت عينه وصمت أذنه وأخ وأخرس لسانه وتحول عليه أشد من لهب النيران نفس الشعاع هذا فيحملهم هو هذا النار يحملهم حتى يدفعهم إلى الزبانية فيدعونهم إلى سواء الجحيم أن في الآية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نفس القرآن يزيدهم خسارة هكذا ينحرفون إذا الرحمة لها جهات متعددة من تعلق بجهة منها كانت نعمة وأيضا لها جهة نقمة من تركها في رواية أخرى وقال أيضا أبو محمد العسكري عليه السلام إن محبي آل محمد مساكين المسكين الذي لا شيء له عموما الموالون في شدة وعناء في رواية أنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله اذا دعا لشخص او استغفر له استشهد. ليش؟ لانه هذا صار نظيف. النظيف مو المفروض يقبل الدنيا لازم ينتقل للاخره. لان الله عز وجل اعد الاخره لاوليائه ولم يجعل الدنيا لاوليائه. فاذا واحد في فقر، في محنه، في الم، في مرض، ابتلاء زوجي عنده مع زوجته، مع ابنائه، هذا ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غته، في روايه لطيفه جدا روايه مفصله وجميله انه كيف ان الرحمه الالهيه للمؤمن في الدنيا المرض والصعوبه والمشاكل، في روايه ان الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام اصيب بالحمى، يعني تمرض مرض كان ظاهر هذا المرض الحمى. الحمى عندما يصاب الانسان بها لا يقدر يطالع لا يقدر يمشي يعني حقيقة خصوصا إذا ارتفعت درجة الحرارة في البدن جدا اجت فترته ابتلاء الإمام بالحمى يوم يوميا شهر شهريا عشرة أشهر سنة سنتين ثلاث سنين متواصلة الإمام الصادق مبتلى بالحمى هؤلاء الأئمة اللي هم كانوا اوج العزه واوج المكنه واوج العنايه الالهيه كانوا مبتلون فالمؤمن لم يخلق للدنيا خلق للاخره والكافر لم يخلق للاخره خلق للدنيا ولولا ان المؤمن يتحمل كما في بعض الروايات الله جعل للكفار دورهم من ذهب قصور ليش؟ لانه كل حياته وكل لذته سبعين سنه مقابل مليارات مليارات السنين في الآخرة وما عاقل باع الآخرة بالدنيا خلافا لابن سعد اللي حقيقة كان أكثر الناس جنونا لعنه الله إن محبي آل محمد مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء مواساة يعني ذكرنا سابقا يعني تخفيف العناء عنهم تخفيف حزنهم تخفيف مصابهم أفضل من مواصلة المساكين الفقراء وهم الذين سكنت جوارحهم وضعفت قواهم من مقاتلة أعداء الله من هذول الموالين ما يقدر يقاتل أعداء الله من النواصب يعني ما عنده حجة فالعالم يجي يعلم الحجج الذين يعيرونهم بدينهم ويسفهون أحلامهم يعيرونهم يعني يقبحون فعلهم شنو أنت صاير شيعي أنت مسلم يعير على ما يعتقد به تعير الآخرين متى كان ملاكا إذا واحد يجي يعير أنه كيف تطوفون حول الكعبة كيف ترمون مثلا الجمرة كيف تسجدون خلي يعيرون متى أصبح ملاك الدين عدم تعير الآخرين أو يعيرنا على أقامة المجالس أو الشعائر الفاطمية الشعائر الحسينية خلي يعير احنا خايفين من تعييره إنا كفيناك المستهزئين خلي يستهزئ واحد ما لازم يترك واقعة يترك عقيدته يترك الشعائر التي يتمسك بها هذه الطقوس الإيمانية والدينية على مود الاستهزاء الآخرين فإذا علمه الحجة ما عنده حجة هذا العالم يجي يعلم الحجه مبتلى بالبحث مع مجموعه من النواصر او من المنحرفين ولا حجه له الذين يعيرونهم بدينهم يعني بما يلتزم به ويسفهون احلامهم يسفهون احلامهم يعني يسفهون عقولهم الايه هذه اقتباس من الايه المباركه الا فمن قواهم بفقهه بفقهه وعلمهم حتى أزال مسكنتهم يعرف الحجة ثم يسلطهم على الأعداء الظاهرين لنا عدو عدو ظاهري هؤلاء النواصب وعدو باطني وهو الشيطان إبليس لعنه الله ثم يسلطهم على الأعداء الظاهرين النواصب وعلى الأعداء الباطنين إبليس ومردته حتى يهزموهم عن دين الله يتركوهم يعني يطردوهم يذودوهم عن اولياء الله يعني ان يطردوهم عن اولياء الله حول الله تعالى تلك المسكنه الى شياطينهم يعني مسكنه الشيعي تصبح مسكنه للناصبي حجته ضعيفه حجته باطله او ابليس يعود خائبا تنقلب المسكنه عليهم الى شياطينهم فأعجزهم عن اضلالهم لان الشيطان بكل قوه يريد الاضلال خلاص ينتهي يغلب في امره قضى الله يعني من كان هكذا من العلماء يعلم الشيعة قضى الله تعالى بذلك قضاء حق هذا تاكيد هو هذا هل المقدار كان يكفي يعني هل المقدار ما يحتاج تاكيد انه هذا افضل عند الله عز وجل مواساتهم أفضل من مواساة المساكين الفقراء فهنا مع ذلك يؤكد يقول قضى الله تعالى بذلك قضاء حق هذه الأفضلية قضاء حق قطعي لا شك فيه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني قضاء حق من من لا يتكلم عن الهوى من الصادق الأمين من الحق المطلق بتأكيد يعني لا لبس في هذا الأمر في رواية أخرى أيضاً عن الإمام العسكري عليه السلام قال قال علي بن أبي طالب من قوى مسكيناً في دينه ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه إن أسكته لقنه الله تعالى يوم يدلي في قبره كأنما هذا من تجسيد الأعمال ووجدوا ما عملوا حاضراً هذا اللي هنا يعلمه هو سبب لكي ينطق هناك في قبره لأن الدنيا بأسبابها الضوابط الإلهية بأسبابها الظاهرية فلكل شيء سبب الحرارة سببها النار سبب المعيد التوافي أي شيء اللي نسميه فهذا كذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها بس إذا قتل هذا القاتل قتل بيد الداعشيين وذهب إلى الجنة شهيداً الله توفى الأنفس ولكن جعل قتل هذا الرجل قرينا لأخذ روحه فالأسباب هي موجودة في العالم ومن الأسباب لأن يتكلم الإنسان في القبر وينطق بحجته هنا أن يعلم الآخرين وأن لا يبخل عن الكلام وتعليمه لقنه الله تعالى يوم يدلي في قبره أو يدلى في قبره أن يقول الله ربي ومحمد نبي وعلي ولي والكعبة قبلتي والقرآن بهجتي وعدتي يعني استعدادي واحد يكون حاضر ومستعد لأمر القرآن عدتي أنا مجهز نفسي بجهاز القرآن والمؤمنون إخواني فيقول الله عز وجل أدليت بالحجة يعني أظهرت البرهان الحجة خلاص فوجبت لك أعالي درجات الجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره, قبره أنزه رياض الجنة النزيه يعني البعيد عن المكروه من أفضل بساتين ورياض الجنة فإذا واحد يريد هناك أن لا يتحير كما تحير ذلك عالم الملعون لعنه الله علي بن أبي حمزة البطائني عندما أنكر الإمام الرضا سلام الله عليه فسألوه في القابر من إمامك وصل إلى الإمام الكاظم ثم من يقول الإمام الرضا ما قبل الإمام الرضا ما كل الفلوس الأموال كلها الآن مختبر فتحير في الجواب وما يقدر يقول يعني مو هناك واحد يقول كذبا يقول يوم تبلى السرائر الأمور واضحة هناك فتحير الامام رضا كان جالس في مجلس نادى الله اكبر كبره استغرب القوم ما الذي حصل؟ نقل لهم اليوم مات فلان البطائني ودفنوه الان الملك كان يسال ثم من؟ الامام الثامن فتحير فضربه بالنار امتلا قبره نارا الى يوم القيامه يعني الحجه هناك هنا من يزرع يحصد وهناك طبعا الشفاعه موجوده، العنايه موجوده ولكن ايضا للشفاعة اسباب، الله عز وجل جعل للشفاعة اسباب ايضا. فعند ذلك يتحول عليه قبره انزه رياض الجنه. نقرا هذه الروايه الاخرى ايضا وقال ابو محمد العسكري سلام الله عليه قالت فاطمه وقد اختصم اليها امراتان فتنازعتا في شيء من امر الدين. إحداهما معاندة والأخرى مؤمنة، قضية المعروفة. ففتحت على المؤمنة حجتها، علمتها حجتها الزهراء سلام الله عليها. فاستظهرت غلبتها على المعاندة ففرحت فرحاً شديداً. بحثاً بين موالية وبين معاندة مخالفة، طبعاً الموالية إذا ربحت البحث وغلبتها تفرح. فقالت فاطمه سلام الله عليها ان فرح الملائكه باستظهارك باستظهارك عليها اشد من فرحك وان حزن الشيطان ومردته بحزنها عنك هي حزنت لانها غلبت ولكن الشيطان اكثر حزنا منها اشد من حزنها وان الله عز وجل قال للملائكه: اوجبوا لفاطمه لعلمت وهذا حقيقة رواية غريبة يعني حدشة فضيلة أنا ما كنت سامع لاحظوا أوجبوا لفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان فتحت لها من ال... أوجبوا ماذا فتحت على هذه المسكينة الأسيرة مسكينة لأنها من الموالين لأهل البيت من المواليات الأسيرة لأنها كانت في قبضة تلك المعاندة ولا تعرف حجة أوجب لها من الجنان ألف ألف ضعف مما كنت أعددت لها ما الذي أعد الله لفاطمة سلام الله عليها ما الذي أعد الله وطبعا الجنة خلقت من نور وجه فاطمة سلام الله عليها فهي العلة المادية أيضا للجنة فالله يعطي لها من الفاضل يقول اعطوها مليون مرة ضعف ما أعددت لها شيء غريب واجعلوا هذه سنة يعني مو هذا من مختصات الزهراء بل ببركة الزهراء وببركة هذا الفضل الإلهي أصبحت هذه قضية سنة كيف؟ في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب معاندا مثل الف الف ما كان له معدن من الجنان، اذا واحد عالم اهتدى ببركته الملايين مثلا، السيد شرف الدين رضوان الله عليه. فما الذي له من الجنان؟ له من الجنان بكل افعاله وبكل ما قدمه افرضوا درجه، علمود مسأله واحده اخرى يضيفها مليون درجه يرتفع عن تلك الدرجه التي كان فيها. زين يعني اكو شيء افضل من تعلم علوم اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام وتعليم الاخرين كتابه خطابه لا قطعا لذلك الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم اسال الله عز وجل ان يوفقنا لتعلم علوم اهل البيت وان نكون ممن يتمكن ان ياخذ بايدي الاخرين هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين